السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ما زلنا مع سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مذكرا لبني إسرائيل ما من به عليهم، قال: وظللنا عليكم الغمام. والغمام هو السحاب، ظلل الله عليهم بالغمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي واذكروا. وإن كان الخطاب لبني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن بني إسرائيل نسب وليس دينا، وإنما هو نسب، فكل من ينتسب إلى نبي الله يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل فهو من بني إسرائيل. وإذا قلنا إن اليهود من بني إسرائيل والنصارى أيضا من بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أبو عبد الرحمن تفضل داخل، تفضل، خلاص أمر. الله يحفظك. وظللنا عليكم الغمام، أي واذكروا إذ ظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم أي من السماء المن والسلوى. المن والسلوى اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال المن والسلوى طعام من الأطعمة، وبعضهم قال هو الكمأة اللي هي الفقع الذي يخرج من الأرض، وقال بعضهم السلوى هو طير وهو اللي يسمونه السمن السماني، طيب قال هو طير وكان يسقط عليهم يعني بدون كلفة. والمن قالوا هو نوع من الفاكهة تجتمع على الأشجار، رؤوس الأشجار يأكلونها حلوة. وبعضهم قال المن هو كل ما من الله به عليهم، من الطعام والشراب، كل ما من الله به عليهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا منها، يعني هذا إكرام من الله تبارك وتعالى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى لا يظلم سبحانه وتعالى لكمال عزته وقوته ومنعته جل وعلا، فلا يظلم، إذ إنه جل في علاه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تبارك وتعالى عزيز قوي كبير عظيم جل وعلا، فلا يظلم سبحانه وتعالى. قال: وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، لأن هذا الفعل منهم يترتب عليه عقابهم، أنهم ظلموا أنفسهم فعوقبوا بهذا الظلم الذي أوقعوه على أنفسهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي واذكروا أيضا، واذكروا يا بني إسرائيل الذين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل آباؤكم، لأنهم يفتخرون بما صنع آباؤهم. قال: واذكروا إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وهذه القرية المشهور عند أهل العلم أنها بيت المقدس، وقيل أريحة وقيل غيرها، ولكن المشهور أنها بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الرغد هو النعيم الذي لا تعب فيه ولا كد ولا نكد، رغد راحة
رغد من العيش أي طمأنينة وراحة ونعيم، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ها، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سيأتينا في سورة المائدة ما صنع بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام. يقول الله تبارك عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الأرض المقدسة هي بيت المقدس. كان العماليق قد هجموا على بني إسرائيل وأخرجوهم منها وطردوهم من بيت المقدس واستحلوا بيت المقدس العماليق في زمنهم. فذهب بنو إسرائيل إلى موسى يشتكون: نريد أن نعود إلى بيت المقدس. فقال موسى: قاتلوهم، تريدون أن تعودوا إلى بيت، قاتلوهم، أخذوهم منكم بالقوة ترجعون إليهم بالقوة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما نبي نقاتل، طلعهم أنتوا ونحن ندخل بدون أي تعب، ما يبون يتعبون، ما يبون يجاهدون، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، وهذا يدل على أنه ليسوا كلهم على باطل، يبقى فيهم أناس صالحون. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فيهم ناس صالحون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تركوهم ورجعوا إلى موسى، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صوروا كيف كان ردهم لنبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه. هنا غضب موسى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني قومه. قال الله تبارك: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآن وإذ قلنا ادخلوا، هذا الآن بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام توفي في التيه في 40 سنة هذه، توفي هارون ثم توفي موسى صلوات ربي وسلامه عليهما، ثم خلف موسى بعد ذلك نبي الله يوشع اللي هو فتى موسى. وإذ قال موسى لفتاه، لا أبرح حتى في سورة الكهف، هذا فتى موسى يوشع نبي، وهو الذي خلف موسى من بعده في بني إسرائيل في التيه، يعني صار يوشع نبيا على بني إسرائيل في التيه بعد وفاة موسى صلوات ربي وسلامه عليه. الله تبارك وتعالى يذكر الآن في التيه هم الآن. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني ادخلوا بيت المقدس الآن بعد 40 سنة من العذاب، بعد 40 سنة من التيه، بعد 40 سنة والعماليق مسيطرون على بيت المقدس. الآن يوشع يقول لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا قالوا إن بني إسرائيل تعدلت البوصلة عندهم وندموا على ما صنعوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وتابوا إلى الله، فغزا بهم يوشع العماليق في بيت المقدس. الآن قاتلوا مع يوشع، وهنا مسألة، هذا ليس من الجهاد الذي هو الفتوحات، وإنما هذا جهاد الدفع، لأنهم طردوا من بلد فيريدون أن يرجعوا إليه. أما الجهاد الذي هو جهاد الطلب الفتوحات هذه لم تشرع فيها إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم ولم تحل نبي قبله صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي إنما كان يبعث إلى قومه خاصة،
والذي بعث إلى الناس كافة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى بيت المقدس وانتصروا على العمالقة. وهنا كانوا قد بدأوا المعركة وكادت الشمس أن تغيب، فطلب يوشع عليه السلام من رب العزة التبار أن يؤخر غروب الشمس حتى يتم الفتحة. فتأخرت الشمس عن المغيب حتى فتحوا بيت المقدس ودخلوها، وهي الحالة الفريدة الوحيدة التي أخر الله فيها مغيب الشمس وعطلها عن حركتها حتى تفتح بيت المقدس ليوشع بن نون ومن معهم بني إسرائيل. فلما فتحت البلاد قال لهم يوشع: الآن بعد هذا الفتح، بعد هذا الفضل، بعد هذه المنة من الله تبارك وتعالى، ادخلوا الباب السجدة، أظهروا الخضوع لله تبارك والشكر لهذه النعمة أعادكم إلى بيت المقدس، اشكروا هذه النعمة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. حطة أي حط عنا ذنوبنا، حط عنا أي اغفر لنا. وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا. ورفعت حطة كما يقول أهل العلم إما على الحكاية كما تقول سورة المؤمنون على الحكاية، وإما قولوا هذه حطة فتكون مبتدأ وخبر مبتدأ محذوف، هذه حطة، أو مسألتنا حطة أي نريد أن تحط عنا ذنوبنا، أيا كان، لذلك رفعت حطة. وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم. إذا قلتم ذلك، إذا دخلتم ساجدين وقلتم ذا غفرنا لكم ما كان منكم مع موسى عليه الصلاة والسلام، نغفر لكم خطاياكم السابقة وسنزيد المحسنين، ما الذي حصل؟ يقول الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هو ماذا قال لهم يوشع؟ قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فاستهزأوا بنبي الله يوشع، وقد جاء في الصحيحين أنهم دخلوا يزحفون على استاهم، بدل أن يسجدوا لله دخلوا يزحفون على مقعدتهم عنادا، وقالوا حبة في شعره، يعني جعلوا حطة حنطة وقالوا حبة في شعره، استهزاء بنبي الله. فأنت حاول تتصور كيف يكون حال نبي الله في ذلك الوقت وهؤلاء قومه، بعد أن من الله عليهم بهذا الفتح يدخلون الباب يزحفون على أستاهم، يقول لهم اسجدوا فيزحفون على أستاهم عنادا على مقعدتهم، ثم يقول لهم قولوا حطة، قولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قالوا حبة في شعره، فرفضوا أن يقولوا حطة. لكن هؤلاء الجهلة ما كانوا يعلمون أنهم يتعاملون مع القوي العزيز. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله تبارك وتعالى أمره إنما إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، فأنزل عليهم العذاب من السماء بما كانوا يفسقون أي يعصون الله تبارك وتعالى. وهنا فائدة: نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة دخلها خاضعا لله، خفض رأسه لهذا الأمر، كما قال الله تبارك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل صلوات ربي وسلامه عليه مكة خافضا رأسه متواضعا لله تبارك وتعالى، وصلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال هي صلاة الضحى، وبعضهم قال لا هي صلاة الفتح، فقالوا يسن لكل قائد من في معارك المسلمين لكل قائد أنه إذا فتح الله له بلدا أن يصلي 8 ركعات، تسمى سنة الفتح. وقد فعلها سعد ابن أبي وقاص لما دخل إيوان كسرى
صلى 8 ركعات هناك، قالوا سنة الفتح، وهكذا يجب على المسلم أن يدخل متواضعا، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فأجا فسبح بحمد رب، لا تغتر بقوتك، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح أن هذه السورة فسرها عمر رضي الله أو ابن عباس بتأييد من عمر، لما سأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مجلسه عندما يعني أنكر بعضهم يعني تقريب عمر لابن عباس وتقديمه على كثير من أقرانه، فقالوا له: لنا من الأولاد من هم في سنه أو أكبر من سنه لا تدخلهم مجلسك، فلماذا ابن عباس؟ قال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا: هو أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا فتحت لك البلد فاستغفر ربك واخضع له ونزهه عن كل نقص. فالتفت إلى ابن عباس قال: أهكذا تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو نعي من الله لنبيه بأنه قد قربت وفاته. فقال عمر: والله لا أعلم إلا ما قال ابن عباس. والمعنى صحيح، يعني وإن كانت الآية تدل على معنى بعيد وهو أن النبي قربت وفاته، لكن معناها الظاهر هو هذا، وأن الإنسان إذا فتحت له هذه الباب أنه يستغفر ربه ويخضع لله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالوا إنه يكاد مورك رحله أن يمس جبهته من كثر ما هو خاضع لله تبارك. لما دخل مكة صلوات ربي وسلم، لا مكان يفعل بعض قادة الجيوش أنه يفتخر لا لا أبدا، وإنما هو التواضع لله تبارك وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى، ولا طولنا، نقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذه الآية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.